يقول: كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام، وأثناء عودتي يقول حضرت صلاة الظهر، فصليت الظهر والعصر مع بعض قبل أن أتحرك من المنطقة، فهل هذا صحيح؟ كانت إقامتك طويلة، أزود من 4 أيام، فلا يجوز لك تجمع العصر مع الظهر وأنت لم تخرج من البلد ولم تتحرك للسفر، مجرد نية فقط وأنت مقيم، أزود من 4 أيام ما تجمع. أما إذا كنت سافرت وطلعت من البلد وأردت أن تصلي فإنك سافرت الآن، باشرت السفر، يجوز لك الجمع والقصر. نعم، أحسن عليكم هذا. أما إذا كانت إقامتك قليلة 4 أيام فأقل، أو ما نويت إقامة محددة، فلا بأس أن تجمع، لا بأس أن تقصر وتجمع، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقك. نعم.